يعني الواحد لما بيقرأ هيك المشهد من وقت 7 أكتوبر لليوم واضح أنه في ضبط للإيقاع بشكل كتير دقيق لقواعد ما يسمى قواعد الاشتباك. من قبل مين؟ من بين الطرفين. اليوم حتى إسرائيل عم تضبط قواعد الاشتباك طبعاً برأيك؟ يعني واضح أنه مثل واحد بيفتح كارت مقابله كارت. واحد بيستعمل سلاح واحد بيستعمل سلاح مقابل، وهذا الشيء يعني بيأمن نوع إذا بدك من التوازن. هلا إحنا عم نحكي من منطلق تحليلي فقط. نعم. وبس، ولكن بنفس الوقت في تصاعد تدريجي، وهون اللي كنت ذكرتيه بموضوع الانزلاق هو كتير وارد. واضح انه كل واحد عم يختبر التاني، وواحد عم بيحاول يفرجي من قدراته بشكل محدود ويعطي رسائل، وكل ما حدا يجرب يعمل اذا بدك تيست او اختبار لجهة اخرى بيرد عليه التاني وإلى ما هنالك. ولكن هيدا الشيء ما بيضمن ابدا انه ممكن يصير في غلطة حسابات، خطأ معين، أو انزلاق تدريجي، وهون خطورة الموضوع اللي ممكن يحط لبنان بخطر الحرب اللي الكل عم يحكي فيها والكل اليوم متوجس منها. واضح أنه همجية إسرائيل والعدوان الإسرائيلي ليس لها حدود، ولكن بنفس الوقت نحن علينا كلبنانيين أن نحتاط لمصالحنا الوطنية، وأن نكون نحن أدرى كيف ندير هذا الواقع اليوم المتأزم والمتفجر، واللي ممكن يأخذ البلد على محل كتير خطير. مش بس فقط عم نحكي على مستوى الدمار اللي ممكن يصير أو الشهداء لا سمح الله اللي ممكن تسقط والأرواح، ولكن حتى على مستوى كيانية البلد وإذا بدك التماسك الجبهة الداخلية بوقت الحرب وما بعد الحرب. وهو موضوعين كتير خطيرين إذا نحن بدنا نفكر لمستقبل هذا البلد من بعد ما إن شاء الله نقطع بهاي المحنة. حكيت عن نقطتين هودي للأسف مش موجودين. أول شيء أنه نعرف كيف بدنا ندير هيدا المعركة، مين بده يديرها أساسا، يعني ما في هيكلية دولة موجودة بالدولة. والشغلة الثانية هي اللي عم تحكي عن التماسك الداخلي اللي هي قصدك الوحدة الوطنية، كمان هيدا الوحدة الوطنية مش موجودة، لأن في أصوات مع هذه الحرب ومع دعم المقاومة، في أصوات تانية عم بيقولوا أنه أنتوا افتعلتوا الحرب وأنتوا اللي سببتوا بهذا الخراب، وبالتالي كيف ضبطه؟ مظبوط. بالنقطة الأولى، الدولة مش بس غائبة، يعني غير موجودة مع الأسف بهذا الملف. واضح من الممارسة اليوم أنه كيف ينظر إذا بدك المجتمع الدولي أو الوسطاء اليوم اللي هني عم يجوا يحكوا مباشرة مع رئيس بري كوسيط عن حزب الله. وغير موجود الدولة بهذه المعادلة بتاتا. نحن عم نحكي غياب مخيف، مش بس على الصعيد الدبلوماسي والسياسي فقط، حتى على أبسط الأمور بموضوع الإغاثة، بموضوع حتى المدارس الرسمية وامتحانات الرسمية. صحيح. اليوم في تخبط مخيف للدولة، وهذا الشيء يعني ما حيأثر إلا سلبا بعتقد على نظرة اللبنانيين لدولتهم وأملهم بأنه هن يكون عندهم جهة تمثلهم وتدافع عن المصلحة الوطنية وتكون معبرة اليوم عن طموحاتهم ولو بحد الأدنى مثل ما عم نقول. فهذا الشيء غيابه بيعزز الاسم أنا برأيي، وبيخلي المساحة مفتوحة لهذا الخطاب والخطاب المضاد اللي بيخلق شرخ كتير كبير بالمجتمع، واللي أنا شخصيا خايفين من عدم قدرة على تجاوزه بعدين، حتى من بعد تجاوز هاي المحنة. ففي مسؤولية اليوم على القوى، يعني على حزب الله وعلى القوى الأخرى، أنه يكون يعني أكيد في خلاف وفي خلاف مع حزب الله بهذا الموضوع، ونحن آلينا على نفسنا أنه نحكي بهالموضوع إلا لما تنتهي الحرب. ولكن كمان بدنا ننتبه أنه في شركاء بالوطن، في مكونات أخرى، في هواجس حقيقية يجب أن تراعى، وأنه صحيح في حرب اليوم دائرة وفي عدوانية للعدو الإسرائيلي وفي حرب إبادة بغزة، ولكن بضل في عنا مصلحة وطنية بغياب صارخ للدولة والحكومة بهذا الملف. ما فينا إلا نعول شوي يكون في مسؤولية عند هاي القوى لحتى شوي نهدي. لازم يكون في اعتبار، يعني تماسك الوحدة الداخلية والجبهة الداخلية والوحدة الوطنية منه تفصيل بقى بهذا الموضوع، خصوصا إذا بدنا نفكر شوي أبعد من منخارنا والوضع الحالي بخطوتين لقدام كيف ممكن يكون شكل البلد بعد انتهاء الحرب. طيب، بس في بعض من الآخرين بفكروا لا بالعكس، أنه هيدي فرصة لإلنا بما أنه حزب الله هلأ محشور أمام دول العالم، أنه هاي فرصة لإلنا يمكن نوصل إلى نزع سلاحه. بدنا نشوف، يعني نحن كان واضح أنه عنا موقف من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاتفاق نحن بين بعضنا كلبنانيين على سياسة دفاعية تؤمن الحماية للبنانيين ككل. ولكن
فكرة النزع هيدي بدها تاخذنا على محل آخر. نحن دايما كنا عم ننادي بحوار ونحن صلبين بموقفنا، بدنا هذا الحوار وبدنا إياه يكون بشرط أنه نهايته تكون سياسة دفاعية تحت سلطة الدولة، لأنه بالنهاية الدولة هي اللي بتقرر أو إذا بدك بتمثل الإرادة الشعبية والإرادة للبنانيين، فهي المرجعية الشرعية اليوم اللي بتقدر تاخد هيك قرارات. فنحن كنا حتى بموضوع الرئاسة عم نشدد أنه رئيس العتيد أول مهمة له يبحث بهذا الموضوع اللي هو موضوع انقسامي كتير كبير، ولكن ليس نحن اليوم بوارد أنه يعني نساعد أو نساهم بشرخ أكبر باللبنانيين، واللي هو بطبيعة الحال ما رح يوصل لا إذا بدك تجاوز حالة سلاح حزب الله اللي خارج الدولة، ولا إذا ولا المحافظة على وحدة هذا البلد وكيانيته. فنحن بدنا نفكر بعقلانية وبحكمة بهذا الموضوع، موضوع منه بسيط، موضوع معقد، بنعرف أنه منه سهل التعامل معه، في كان كتير نكسات فيه على مدى السنين من قبل، ولكن نحن كلبنانيين مصرين على أنه كل المكونات اللبنانية تكون جزء من الشرعية، ونكون قادرين نحن بمنطلقاتنا الوطنية نحمي هذا البلد وندافع عن مصالحه العليا ومصلحته الوطنية.